السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله. أعرف من زمان ما رفع الشيء. I haven't uploaded from so long. اليوم جبت لكم رسمة، اليوم حق شو جبت لكم رسمة؟ شو بنت الكلام المنقع، جبت لكم رسمة حق شوغر رايدر من جنجن امباكت. بصراحة خذت رحت فيها الرسمة ونست ألعب لما قلت، بس بصراحة عيبتني طلعة حلوة جميلة. انتو سامحوا كل الأخطاء وسامحوا كل شيء، لأن صدق خذت فيها وايد وقت عشان يطلع لكم هالفيديو الفريكينج أوسم نفس ما يقولون. سويت فالو حق واحدة في اليوتيوب، قسم بالله طريقتها في عرض الفيديوهات فوكينج اوسم صراحة، وايد حلو اسلوبها. قسم بالله تحسسكم انكم تقدرون ترسمون تسوون واو. قسم بالله سويت واحدة من فيديوهاتها جبت ام العجيد، لكن والله افكر اني اسوي ريكورد واراويكم، يعني اني اتبع خطواتها حبة حبة. ان شاء الله تشوفون ام العيد اللي انا اسويه. اوكي نرجع حق المين طبعا نفس ما تشوفون. اوه نسيت ارفع الفيديو الثاني. المهم ننسى هالموضوع بعدين، برفع بحولي بعدين ارفع، لاني ياسا العب في تيك توك ارفع رسمات في تيك توك وارسم حق تيك توك. تيك توك عايبني مستوي قلت ادب بس عشان اتهرب من شغلي هني. اوكي بس ما تشوفون هني لاستلعب الشعر، هي صح سيرة الشعر حقها رسمتها في ليلات مختلفة، بعدين دمجتهن كلهم ويا بعض واستخدمت فرشات الشعر. يعني في فرشاة في الكلوب ستوديو، حتى لو كنتوا ترسمون في البروكريت انها خاصة حق الشعر، انها يوم تمسح اللون نفس ما نقول ان نحن ضبطنا الثلاث الوان، الظل والشد الظل والإضاءة واللون الأساسي حق الشعر، ويوم تمسحون عليه بهالفرشاة يطلع كأنه شعر صدقي حقيقي. أعرف إنه مش 100%، لكن يعني تحسون الإفكت وايد حلو بصراحة. عذروني 20,000 مرة بتشوفون أي سعيد شيء وأرجع أسوي وأطيب لون فيه زين. وشو بعد كنا نسوي؟ لا حد يتكلم عن لبلب جنشن امباكت. لبلب مش مرتفع، يمكن 11 أو 12، مش متأكدة بصراحة من زمان ما لعبت، لأني ألعب جيم تاني. و فان ارت بعد زيادة شو سوينا؟ وايد وايد اشياء فيه. تعالوا المفروض الون نفس هذا التلوين، ليش رسمتي مالت انيا وسويتها شي رجعت شيكها وارد عدلها مالت انيا كان رسمت رسمة انيا، بس ما اعتقد فتحت الريكورد عشانها، ما اعتقد فتحته ما ضبطته. جيت عاد اقوله ما ضبطته، بشوف اذا كنت مسويت انها ولا لا. وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم والرسمات تعجبكم، واشكركم على السبورت. هي وثانك يو على 600 يعني سبسكرايبر، والله قسم بالله انتم فوكينج اوسم كل واحد منكم. وان شاء الله تشوفون فيديوهات جديده، يعني فري تو سجست اني ثينك بصراحه. ام سوري اي سبوكن عربيك، اي ويل تراي تو اد ترانسليت. So most of my chatting was about doing some art for this Shogun, and I found another channel for Sanger. When she draw, like she will makes you feel like yes, I can do this painting. And I discover my reality that I cannot. But overall, I think I am in love with this art, and she is extremely adorable. And I did some fun art for Anya Chan. I haven't posted. I haven't followed up with the same coloring instead for the hair, and I have to recheck again on it. Thank you guys for the subscription. 600. I love you all. Thank you. And I really wish you a great day. And wish me luck. And I wish you luck. Thank you guys. Be like a unicorn. Yay.